نعم بالفعل، يعني فخلال الفترة الأخيرة ومع تحسن الوضع الأمني فاطمة نسبيا في بغداد، شهدت مطاعم السمك المسبوف انتعاشا في عملها بعد سنوات كادت فيه هذه الأكلة الشهيرة أن تنمحي من شوارع بغداد. على كل، مراسلنا حيدر قاسم من هناك سيوفينا بتقرير خاص عن السمك المسبوف نشاهده معه. على نسيم حدائق دجلة تشتهر مطاعم السمك المسقوف، هكذا يسميه البغداديون الذين يتميزون بسكفه وإعداده كوجبة تجذبك وأنت تمر في شارع أبي نواس. ويعتبر الشارع من أشهر الأماكن في العاصمة بغداد احتضانا لمطاعم سكف السمك بالطريقة البغدادية المتميزة، ورغم ما تعرض له من اغلاق بسبب توتر الاوضاع الامنيه صوره من مختلف مدن العراق بل وحتى السياح. المسقوف يعني خصوصا بالعراق وعلى ابو نواس وبغداد، وغالبيه الناس والعوائل اللي تجي هي تطلب السمك المسقوف على ابو نواس لانه يشتهر بهذا الشيء، السمك المسقوف والاكله الطيبه، يعني لانه السمك يطلع عدل من الفضل يطلع الزبون وقدامه يذبح السمك وينشوه قدامه، فتطلع أكلة طيبة وممتازة. يعني أنواع عديدة من الأسماك توجد هنا، منها المحلية مثل البني والصبور، وأخرى مستوردة مثل الكاريبي وغيره، ويتميز الأخير برخص ثمنه مقارنة بالأسماك المحلية الأخرى التي توضع في هذه الأحواض أمام زبائنها. والله طريق سقف السمك، السمك بصورة عامة وأطيب أكلة عند العراقيين بالذات، لان اول شيء سمك بحري، ثاني شيء شارع ابو نواس مشهور بالسمك المسقوف من زمان يعني، والناس اذا تشتهي سمك تتعنى شارع ابو نواس، واطيب انواع السمك الشو ماله هو السمك السقف. اول شيء يكون نار هادئه لان هو السمك يحب النار الهادئه، ثاني شيء السمك بحري وعدل يطلع من الحوض، يعرفونه يختارون من الحوض ويشمونه. السمك المسقوف شهرة حدائق دجلة على جانب كرخها ورصافتها، شهرة لم تستطع المتغيرات السياسية والأمنية من التغلب عليها. تعش من جديد اليوم خاصة بعد أن فتح شارع أبو نواس، تجد أن العديد من المطاعم التي رجعت من جديد أن تعمد إلى هذه الطريقة، لكن كما تعرف أن الوضع الأمني البربك الذي حدث في بغداد في السنوات السابقة، وأيضا ربما جفاف النهار، ربما غلاء المعيشة، كل هذه الأمور ساعدت بشكل أو بآخر إلى أن لا تكون بمستوى الطموح هذه الطريقة، طريقة شواء السمك على بطريقة المسقوف التي يشتهر بها العراق فقط من بين جميع البلدان في العالم. مطاعم السمك المسقوف هي اليوم تزدهر بفعل عودة الأمن النسبي وأعمار متنزهة جديدة على حدائق دجلة أضافت لها رونقا أكثر. لبرنامج صباح جديد، حيدر قاسم، بغداد. لينا، يعني لابد من الإشارة أن أكلة السمك المسقوف هي من أهم وأشهر الأكلات في العراق وتعود إلى العهود البابلية والسومرية، وهذا ما دلت عليه الأثار المكتشفة لحضارة ما بين النهرين. يعني فاطمة، الآن الزملاء الذي أعدوا لنا هذا التقرير يعني أعطونا فكرة لإعداد وجبة طعام الغداء. بس وين بدنا نجيبه لهذا طعام الغداء؟ على الأقل يعني سيكون الطعام سمكا إن شاء الله. على كل، نحن سننتقل الآن إلى فقرة نوافذ فاطمة وسلة منوعة من الأخبار والمشاهد حول العالم نشاهدها معا. نبدأ جولتنا بخبر العثور على أقدم حذاء جلدي في العالم في كهف في أرمينيا، حيث عثر على أقدم حذاء جلدي في العالم يرجع تاريخه إلى 1000 عام قبل بناء الأهرامات في مصر، محفوظا بحالة ممتازة داخل كهف في أرمينيا. والحذاء الذي يعود إلى 5500 عام اكتشفه فريق من علماء الآثار الدوليين، وهو مصنوع من قطعة واحدة من جلد البقر وبه أربطة ومسمم بحيث يناسب
قدم ما يرتديه. ومن أرمينيا إلى أندونيسيا، حيث قام فريق من العاملين في حديقة جستر بأندونيسيا بإخراج أفعى أنثى من نوع بايثون يبلغ طولها 22 قدما، وذلك من مسكنها في حديقة الحيوان بهدف تنظيف ذلك الموقع وإجراء الفحوص لها. وتم وضع أنبوب فوق رأس الأفعى من أجل إشعارها بالراحة وقت إخراجها من مسكنها، وأصبحت الأفعى التي تدعى بالي أحد نزلاء حديقة جستر للحيوان منذ 3 أعوام، وتعد البايثون أطول أنواع الأفاعي في العالم، وتعيش على تناول الدجاج والديكة الرومية. ونبقى في أندونيسيا، فهذه الأكياس التي يحملها أعضاء فريق إحصاء حيوانات وحيد القرن تضم أجزاء هيكل عظمي كامل لحيوان وحيد القرن في جزيرة جاوة الأندونيسية، اكتشفوه مؤخرا في محمية كولون الوطنية، مما أثار قلق نشطاء البيئة، حيث إنه من أكثر أنواع الحيوانات تعرضا للانقراض في العالم، وتتناقص أعداده بشكل مستمر. وجمع المسؤولون بالمحمية عظام وحيد القرن واحتسبوا عمره بعد إجراء بعض الاختبارات، ويقدر عدد هذه الحيوانات التي تعيش داخل المحمية الأندونيسية حاليا ب47 رأسا. وإلى المكسيك، فإذا تجولت في أرجاء هذا البلد فإنك ستجد الكثير من المطاعم التي تقدم الوجبات المكسيكية التقليدية، مثل طبق تاكس ماكس وطبق يوكاتيكان التقليدي، إلا أنك نادرا ما ترى مطاعم تقدم وجبات غذائية ترتبط بمطبخ الميان وهم سكان البلاد الأصليون، وربما يعود ذلك إلى تقدم الزمان والتغييرات التي طرأت على أذواق رواد المطاعم، إلا أن هذا الأمر بدأ بالتغيير مع انتشار ظاهرة قيام عدد من المطاعم المكسيكية بإعادة تقديم الأطباق التقليدية الخاصة بسكان الميان، وذلك بهدف إعادة اكتشاف تلك الأطباق التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، فضلا عن زيادة تعريف المواطنين بتلك الأكلات التاريخية. ونختم الجولة بتداعيات الكارثة البيئية المستمرة في خليج المكسيك، حيث تصطف ناقلة جوية عملاقة في مطار بيلوكسي الواقع في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وينتظر طاقمها أن تطلب منهم شركة بريتش بتروليوم تقديم المساعدة في احتواء آثار التسرب النفطي في خليج المكسيك عبر قدرتها على رش المواد بشكل كبير. وكانت هذه الناقلة الجوية في السابق طائرة شحن، إلا أن وكالة إيفركرين للطيران عملت على تحويل تلك الطائرة إلى أكبر ناقلة جوية في العالم، ولديها قدرة على رش أكثر من 75,000 لتر وبسرعة تصل إلى 1,000 كيلومتر في الساعة، وهذا ما يجعلها تمتلك قدرة أكبر ب8 مرات من الناقلات الجوية المستخدمة في مكافحة الحرائق. وترى وكالة إيفركرين للطيران أن بإمكان